الكرة المصري، هنتكلم أكيد عن ضربة الجزاء، وهبدأ بيها مع الكابتن إسلام عادل مدير الكرة في نادي مصر المقاصة. كابتن إسلام أهلا بيك، منورنا، هارد لك، عملت مباراة كبيرة النهاردة قدام الأهلي، صمود حتى النهاية وخسارة بهدف بضربة جزاء. الحمد لله رب العالمين، والله تحياتي لك كابتن هاني. عملنا ماتش اعتقد كويس، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المباراة كلمني عنها من وجهة نظرك بعيدا عن الهدف، هتكلم معاك الأول عن المباراة كلها، يعني جاية بعد أيام قليلة من هبوط رسمي للدوري الممتاز به، خسارة ثقيلة قدام الزمالك ب5 أهداف، قبلها خسارة من الأهلي نفسه بهدف، إزاي استعديتوا ليها كابتن إسلام؟ والله يا كابتن هاني الظروف انت عارف صعبه جدا الفتره الاخيره، وبعدين لعبنا الاهلي والزمالك في اوحش ظروف في تاريخ مصر المقاصه في الدوري الممتاز، أيوه ولعبنا بالذات مباراه الزمالك بالاخص في احسن ظرف لنادي الزمالك، مش يعني من فترات طويله جدا، يعني عارف مش عايز ابقى ببالغ واقول احسن فتره في تاريخ الزمالك مثلا، لا هي احسن فتره للزمالك من فترات طويله جدا. ايوه فكان من الظلم ان احنا نتحط في الموقف ده، انك النادي الزمالك كبير جدا فبتلعبه في احسن حال ليه، ونادي المقاصه اكيد نادي كبير بس بنلعب في اوحش حال ليه، ففكره انك تخسر خساره كبيره جدا الماتش اللي فات، وتوقيتات الاهداف اللي دخلت فينا كمان اثرت علينا معنويا بشكل كبير جدا، وبعدين ترجع تاني على مباراه النادي الاهلي اللي كان عليها كلام انه النادي الاهلي هينسحب او مش هينسحب، هيلعب او مش هيلعب، فانت مش عارف الماتش هتلعب ولا مش هتلعب، لكن اكيد شغال، وبعدين تلعب الاهلي بعد الزمالك وانت مغلوب 5 من الزمالك، فالنادي الاهلي حتى لو ظروفه صعبه هو برضه النادي الاهلي، وبعدين انت عندك مشاكل كتير جدا جوه الفرقه ماديه وغيره، وبعدين النهارده بتلعب يعني الظروف كترت علينا ان احنا نلعب تقريبا السكواد كله ناشئين النهارده، فطبعا احنا محطوطين في ظروف صعبه جدا، فكان اكتر حاجه بالنسبه لنا مهمه ان احنا نحاول نخرج من قصه الخمسه اللي احنا خسرناهم من نادي الزمالك، أيوه. والماتش يمشي بشكل كويس يعني النهارده، يعني نحاول نعمل اللي علينا، اكيد عارف انه انك تكسب النادي الاهلي دي حاجه مش سهله، حاجه صعبه جدا، صح. لكن حقك المشروع يعني تشتغل عليه يعني. صح، طيب ضربة الجزاء شفنا اعتراضات عنيفة، مش عنيفة، قوية جدا من هشام حافظ، وشفناك وانت بتهديه وبتتعامل يعني كنجم كورة سابق وكمسؤول محترم كابتن إسلام، وانت بتهديه لحد ما خرج بعد البطاقة الحمراء، كلمني عن اللقطة دي. والله بص، هو الفكره يعني اول ما هو الحكم ما حسبهاش، يعني واضح ان الفار اللي حسب مظبوط. البنالتي، لان أيوة. الحكم مشى لعب عادي جدا، نعم. والحكم من الحكام المشهود له بالكفاءه، يعني حكم من الحكام الكويسين، وبعدين انا جبت هشام قبل والحكم بيبص على الفار، فقلت له يا هشام لو حسب بنالتي، قال لي مش بنالتي وحلفني، فقلت له لو حسب خلي رد فعلك عادي، يعني لو حسب خلي رد فعلك، ليه؟ لان احنا لو حسبت ممكن تتصاب، فهيبقى عندنا نص ساعه وقت اضافي، فمش عايز العب ناقص. تمام تمام، ده انا هيئته حضرت، عشان كده كنت متعصب عليه شويه. فانا حضرته للقصه دي، قلت له لو جه حسب ما عندناش مشكله، وما تشيلش هم حاجه مش مشكله. فقال لي ظلم وحش وحرام، قلت له مش مشكله، يعني يعني اكيد الراجل مش هيبقى اثر ظلمنا، بدليل الحكم نفسه ما حسبهاش، لو اتحسبت هيبقى الفار اللي حسبها. فلو احنا حتى اعتقدنا ان احنا اتظلمنا هيبقى ظلم من الفار مش من الحكم، لانه في النهايه الناس في الفار في الاوضه فوق مش هنعرف نوصل لهم يعني. فركز في الماتش وسيبها زي ما تيجي. تمام، قال لك ايه هو نفسه عن الكوره؟ قال لي حاضر، يعني هو قال لي حاضر، وبعدين هو برضو ايه كان متاكد 100% ان هي مش هتتحسب، لان هو حاسس ان هي ما جاتش في ايده، وحلف ان هي ما جاتش في ايده، فعارف انت لما تبقى لعيب كوره الواحد حاسس الكلام ده وهو بيلعب، يعني أنا لا انا حرام تظلمني كده في الدقيقه 90 وانا عامل ماتش كبير، وانا اصلا نزلت درجه ثانيه، واحنا كلنا اولاد ناشئين وايدينا بايد بعض، وحارس المرمى صغير ولعيبه صغيره، فنفسنا نطلع بحاجه حلوه من الموسم، يعني أي. انك تصعد على حساب الاهلي، انك تطول المباراه على قد ما تقدر مع النادي الاهلي، فالولد حس بظلم كبير شويه، فعشان كده اعترض بشكل يعني في عنف شويه، انا بقى زعلت منه وشديته، قلت له هشام طب انا دلوقتي لو يعني لو صدها هلعب ليه نص ساعه ناقص؟ انا النص ساعه دي وانا بدنيا خلاص تعبت، بقالي 90 دقيقه بدافع بشكل كبير جدا، النص ساعه دي ممكن تدخل فيها 3 4 اجوال صح قدام النادي الاهلي، ابوظ كل اللي انا عملته في 90 دقيقه. هو هشام خد 3 انذارات، البعض قال يعني كده انه في انا مش عارف قصه وانذار لا هو وقبليه انذار اعتقد في الحكم الدقيقه لغى 60. انذار، يعني اعتقد ان الحكم لغى انذار فيهم واداله كارت احمر، يعني اعتقد ان هو لغى انذار في حاجه معينه، مش الانذار انا مش انا الثالث لغاه، اللي هو بعد ما حسب ضربه الجزاء لغاه. يعني انا غالبا كل الناس بتكلمنا في القصه دي، يعني الواحد برضو في الماتش ممكن ما بقاش ركزنا قوي مع في قصه الانذارات دي، لكن هو واضح انه لغى حاجه، يعني لانه يعني هو راجل موجود والبار موجود والمساعدين موجودين، فلو كان في حاجه معينه اكيد كان يعني مش يعني ما بتهياليش، يعني انا ما بحبش نظريه المؤامره شويه. هي مش نظريه مؤامره قد ما هو يعني تطبيق قانون، لانه لو 3 انذارات هنا طبعاً هيودينا طبعاً. الحته. لا احنا حتى يعني ما حبيناش نخوض فيها قوي، لان انا عارف انه احنا بنثق في التحكيم جدا، وعارفين انه الناس اكيد اشتغلت بشكل كويس، وعندهم اكيد ما حدش عنده نيه ان هو يظلمنا، والحكم اجمالا في الماتش يعني ما كانش باين انه جاي علينا، ده احنا في ماتشات ثانيه كنا حاسين انه في قرارات عكسيه يعني من الحكام، كنا حاسين بغضاضه، لكن المباراه دي ما حسيناش حتى اثناء اللقاء ان الحكم جاي علينا. صح، ده كلام محترم منك جدا،
وانه جاي كمان بعد خساره مباراه وعاملين فيها مجهود كبير واصلين لحد الدقيقه 90 بتعادل سلبي. بحييك يا كابتن اسلام. هشام قال لك الكوره جت فين بقى؟ قال لك في ايديا ولا في كتفي ولا في صدري؟ لا ما جاتش في ايده اصلا. هو قال لي ما جاتش في ايده اصلا يعني. حتى هشام قال لي ان هي ما جاتش في ايده اصلا. وبعدين انا حتى اتكلمت مع الحكم بعد المباراه يعني. اتكلمت مع الحكم بعد المباراه سالته، قلت له اللعيب بيقول لي وبحلف ان هو ما جاتش في ايده. قال لي انا ما شفتهاش في الملعب، فلما رجعت للفار هي جت في يعني في كتفه وبعد كده في ايده. فقال لي كان زمان القانون ده ما بتتحسبش، لكن دلوقتي بيقول لي انه لو جت في اي مكان، حتى قلت مع حكم الفار يعني. فقال لي لو جت في اي مكان في جسم اللاعب وبعد كده جت في ايده بتتحسب بنالتي، خصوصا لو ايده مكبره جسمه. بالظبط، وخرج طالما خرج بره اسمه. فاعتقد يعني هم هيبقوا فاهمين اكتر مننا في القصه دي. وانا مش شايف انه من مصلحه اي حد انه يجي علينا يعني. انا شايف انه كمان النهارده كابتن بيرجر كان موجود النهارده في المباراه، يمكن اعتقد اول مباراه يحضرها. فكل حكم عايز يثبت وجوده قدام الراجل الثاني التحكيم الجديد. فبالتالي يعني هيبقى صعب قوي ان الناس يعني تظلمنا. ولو حصل حتى في ظلم، خلينا نقول حتى لو حصل في ظلم في الانذارات او في البنالتي، اكيد هيبقى ظلم غير مقصود يعني. ده كلام محترم جدا منك، بحييك كابتن اسلام عادل مدير الكره في نادي مصر للمقاصه. الكره بتاعه هشام حافظ من العرضيه ناحيه الشمال بالنسبه للنادي الاهلي لمحمد اشرف، كانت انا اول ما شفتها قلت دي الكره دي في الصدر يعني او هنا. بالمناسبه الايد امتى تبقى هاند بول؟ من بعد الحته دي يعني لغايه هنا. معلش بس تيجي عليا ثانيه يا شريف، ثانيه بس. من اول هنا لغايه هنا كده ده الكتف، لغايه هنا اللي هو التقاء الصدر هنا بالايد ده الكتف. ما بعد ده من اول هنا بقى لغايه وانت نازل ده الايد. طبعا الفيديو هو بيعيد لنا، ودي من مشاكل بقى الخمس مكونات اللي كان بيتكلم عليها الكابتن سيد مراد من شويه، هي انه الفيديو هو بيعيد لك الكوره طبعا الكادر اللي ورا، فجايب لك الكوره من هنا، فانت الكادر جاي من ورا هنا فشايف الكوره ومثبت لك الصوره هنا، قال يعني الكوره واقفه في ايديه. طبعا هي ممكن الكوره تبقى هنا بس بسبب ان الكاميرا ورا خالص فهتبقى كانها لازقه، فهي الصوره الثابته دي مش هتوضح لك حاجه يعني، مش هتخليك تقول ان هي ضربه جزاء او مش ضربه جزاء ولا شيء. الصوره الثابته دي هو كله قائم على الفيديو. فبالفيديو بقى انت بتقول ان هي خبطت هنا، ده انا بقول ان هي خبطت هنا ولا خبطت هنا، براحتك. انا بقول ان هي خبطت هنا، لكن في النهايه هشام حافظ لازم يبقى اهدى. هو مكمل في الدوري الممتاز السنه اللي جايه بما انه انضم الى فيوتشر زي ما اعلن المقصه، خبره بتكتسبها، ممكن قرارات تعجبك ممكن قرارات ما تعجبكش. وبحيي الكابتن اسلام عادل في النهايه، ومبروك للاهلي الفوز في النهايه. لكن